لانكوم. تعالوا معايا أراويكم شو المنتج العجيب اللي استخدمته لحواجبي. استخدمت قلم الحواجب درجة ميديوم براون عشان أرسم فيه الحاجب وأعبي فيه الفراغات. هذه الدرجة وايد تناسبني لأنها تعطيني لون طبيعي ومريح للعين، وبعدها أمشط شعر الحايب عشان اللون يندمج. عينكم على هذا المنتج الخطير اللي أنا أسميه 2 في 1، لأنه يعتبر منتج تجميلي وعلاجي في نفس الوقت. بديت أمسكر الحواجب باتجاه الشعر، وبعدها عكس اتجاه الشعر عشان المنتج يتغلغل في الحاجب، وبعدها أرجع أرتب حواجبي. وهذه هي النتيجة النهائية. هاي جايز، اللي واجد حبيتهم وحبيت ثباتهم. استعد اليوم قليل ما توصلني منتجات ارجع اشتريها بنفسي بفلوسي. زوم ان عشان نسوي الايلانر. اكثر شيء حبيته في هذا المنتج فرشه النحيفه وسواد الفاحم وسهوله الرسم، شيء مو طبيعي. اهم شيء اول ما تخلصون الايلانر على طول قطب بسرعه قبل لا ينشف.